السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في أكلة مغربية في الغربة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال أنتم والأحباب ديالكم. اليوم إن شاء الله جيناكم بوصفة جديدة إن شاء الله، وهي عبارة عن طاجين باللحم والجبنة والبطاطس. نتمنى يكون خفيف ظريف هذا الفيديو على قلوبكم، ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم الاخوه والاخوات. ونمشيو نشوفوا على بركه الله المقادير تحضير لهذه الوصفه ديال الطاجين ديال اليوم ديالنا ان شاء الله. اول حاجه على بركه الله غادي نحتاجوا الطاجين. انا كيعجبني هذا الطاجين على الطاجين الاخر، الطاجين طيبت فيه بزاف هادشي اللي كيعجبني. طاجين غادي نديروا معاه، هاد الطاجين ديالنا غنديروه باللحم ان شاء الله. غادي نحتاجو جلبانة عندي كانت في الكونجيلاتور. غادي نحتاجو بطاطس، المهم هادشي كامل كيبقى على حساب الاشخاص ديال العائله ديال حنا جوج، راه كنكتفيو بهذا الخضر هذا. عندي مطيشه هنا، وعندي بصله صغيره، عندي الزيتون، عندي قزبر المعدنوس تقريبا هنا ماشي مع جوج معلقات تقريبا. عندي هنا الحامض، ربع الحامض مصير، وعندي واحد شوي كيف ما كتشاهدوا معايا ديال الثومه، حيت الثومه هذه كتجيني كما كنقول لكم ديما قاصحه، كنفضل ندير ديال السوم والحبوب. بالنسبه للعطريه انا كيف ما كن ديما كنرافق معاهم لي زيرب دو بروفونس، يعني الاعشاب المنسمه كيعجبوني. غادي نحتاجو القليل من الثوم، سمول حبوب، سكنجبير، الإبزار، الكركم أو الخرقوم، طبيعة الحال ملح حسب الذوق. وهنا عندي الزعفران، شعرة كما تيقولوا لها، درت ضفت لي واحد شوية الماء، حيت أنا الطاجين ديالي مكنحتاجش ندير فيه الماء نهائيا. وعندي مرق، مكعب المرق، جومبو، لاكنور، ومن طبيعة الحال الزيت كيف ديما لا تور إيفيل، عندي قرعة الزيت اللي مخلطة بين زيت لوسيور وزيت العود. على بركة الله نمر المرحلة ديال باش نعطرو اللحم ديالنا ونديروه يتقلى لينا. أول حاجة غادي نبداو بها إن شاء الله هو غادي نقطعو البصلة ديالنا. قبل ما نقطعو البصلة ديالنا غادي نديرو الزيت ديالنا فوق الطاجين، غادي نشعلو عليه البوطا باش يسخن لينا واحد شويه، عاد نديرو فيه اللحم ديالنا على هاد الشكل الاخوان. الو دابا غادي نقطع معكم البصله، غادي نقطعها على هاد الشكل هذا، ما تكونش بيضه بزاف. تفيو بهذا الشيء. من بعد غادي نضيفو الزيت ديالنا على الطاجين ديالنا، تقريبا واحد جوج معلقات كبار ديال الزيت. من بعد الاخوان غنضيف عليه البصلة ديالي، باش انا درتها على هذا الشكل، هذه البصلة كما كتشاهدوا معايا. غادي نضيفو على اللحم ديالنا على هاد الشكل هذا، غادي نضيفو عليها القليل من اللحم ديالنا باش ما يجيناش مسوس وباسل، غنضيفو عليها القليل من الملح والقليل من الإبزار. وغادي نضيف عليه القليل من الأعشاب المنسمة. سي بون، نكتفي بهذا القدر. من بعد غادي نقطع الوصلة ديالي وغنضيفها عليه من الفوق، ولكن هاد المرة غنقطعها مرصوات صغيورين. على هاد الشكل هذا الإخوان، يعني غادي نستعن بواحد البصلة أخرى، استعنت بهاد البصيلة هادي الإخوان، ولكن غندير غير النص ديالها. غتعجبني البصلة، أصلا البصلة كدوب. غادي نضيفو عليهم من الفوق،
بارطاجي راه كيجي يا سلام. خاصك تسالي سباجي يعني الطاجي ما عمرني درت معكم الكوكوت. ما تحكموش الكوكوت، الكوكوت كبرنا بها في البلاد واه، كنا فيها مع والدينا، ولكن الكوكوت ديال الناس كتعال بحق ديال الناس كتعال بكثار. وي الطاجي راه جوج الناس غادي نقص عليه وغادي نخليه نسد عليه ونخليه يتشحر على خاطرو. اخوان الاخوات بدما يتقلى لنا اللحم ونرجعو معاكم. اخوان الاخوات بعد ما طرقنا الطاجين ديالنا واحد المدة باش يتشحر لينا، من بعد غادي ندوزو باش نقطعو معاكم البطاطا ديالنا. البطاطا غادي نقطعوها على هاد الشكل هدا، نقطعو على ثلاثة نقطعش على جوج، هادي كبيرة شوية هادي صغيرة غنقطع على خير جوج. من بعد غادي نصطفوها في الطاجين ديالنا الاخوان بعد ما قطعنا البطاطا ديالنا، باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نكمل التستاف ديال البطاطا ديالي وغادي نرجع معكم الاخوه الاخوات. من بعد نقطع المطيشه ديالنا باش نقطع على هذا الشكل هذا، نستمروا نقطعوا المطيشه ديالنا. غادي نضيفو الاخوان بازيلا، بازيلا الجلبانة ديالنا عشان ندير مديرش الخضرة ديال غير الجلبانة والبطاطا. هادشي علاش كترت الجلبانة، نورمالمون مكترتش الجلبانة انا، مي هاد الطاجين سبيسياليست الجلبانة والبطاطيس. من بعد الاخوان غادي نضيفو عليه القزبر والمعدنوس ديالنا، الطيشة ديالنا باش مطيشة الا طلقنا من بعد واحد شوية الماء، حيتاش هاد الطاجين ديالي انا الطاجين ديالي كاملين مكنضيفش فيهم الماء نهائيا. يلا ضفت الماء وانتظرت الماء ضفت الماء، ها هو من درتو في هذا الزعفران هذا، خلطت الماء باش هي اللي يذوب ليا داك الزعفران. غادي نصبو عليه يعني باقي لنا شويه الزعفران في الكاس، غادي نضيفو عليه واحد شويه الماء باش ما نضيعوش هذاك الزعفران، وغادي نضيفو عليه من الجناب. من بعد غادي ندوزو للعطريه ديالنا، طبيعه الحال الملح كتبقى على حسب الذوق، اصلا هاد الملح عندنا حنا ما ملحاش بزاف. غادي ندير الاعشاب المنسمه كتعجبني بزاف انا هاد الاعشاب، لاحظتوني كنديرها في كاع المأكولات ديالي. ثوم بودره، حتى الثومة اصلا تذوب، سكنجبير، الزعفران، عندنا شي الزعفران، كركم، خرقوم، خرقوم بلدي، الإبزار، من بعد غادي نضيفو عليهم الحامضة ديالنا، وغادي نضيفو عليه مكعب المراق ديال طبيعة الحال ديال اللحم. كما كتشاهدو معايا الإخوان هذا هو الطاجين ديالنا. من بعد العطية كاملة غتهبط لتحت، من غادي يبدا يطلع ليه السخونية غادي يبدا بوي واحد شويه. غير هو نصيحه غادي نقولها لكم ان الطاجين ديروه في عافيه مهيله بزاف. انا كما قلت لكم ما كندير تحت حتى شي حديده، حيت انا ملي درت الحديده كيجيني فيه واحد شويه، ما كنبغي انا بحال هكا الصون حديده ديريكت فوق العافيه ما نحلوش عليه. غير ديال الطاجين ديالك ما يخرج منه الماء بلا ما نكرفسك ديرك العلبه ديال المعالقه والمسائل، ما تحاش على الطاجين. الطاجين خليه واحد ساعتين، غادي نخليه دابا انا واحد ساعتين ساعتين ونص ما غاديش نقرب ليه غادي ننساه. من بعد
غادي نرجع معكم باش نشوفوا الشكل النهائي. وبقات لي واحد الحاجه الاخوان اللي ما دارش هو الزيتون. الزيتون ما كنديروش انا اصلا، كنديروش ما كيعجبنيش بحال هكا في يطيب معاه. ملي كيطيب لي الطاجين وكنطفي عليه كنرمي الزويتينات، كنخليه واحد شويه مغطي. ملي كنبغي نقدموه في فوق الطابل باش ناكلوه عاده كن يعني المهم كيكون هذيك الساعه طلق فيه الماء وشرب هذاك السخونيه وكيعطي المذاق الزوين. طولت عليكم ياك الاخوان، بديت كندخل نخرج في الهضره. يلا احباء في الله، هذا هو الطاجين ديالنا كما كتشاهدوا، غادي نديرو لكم بحال هكا ومع السلامه. بدما يطيبنا الطاجين ديالنا ونرجعوه باش نشوفوا الشكل النهائي. وشكرا، نتمنى ما يكونش طولت. احبائي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديال طاطا والزيتون والجلبانه ديال هذا النهار. ان شاء الله هكا كيجي على هذا الشكل هذا الاخوان. اصلا ما كنديرش فيه الماء، كيجي خاتم على هذا الشكل الاخوان. هذا هو الطاجين ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. ولا كتكون عندكم شي فلافل ممكن تضيفوا عليه من الفوق، الفلافل الحاره كيجي تيا سلام. ايوا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الطاجين ديالنا ديال اليوم ان شاء الله. والمذاق راه ما نعاودش لكم، مذاق كيجي بنين ياك. الى هنا احبائي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صلوا لي فريوسكم، ساعه سعيده، وما تنسوناش بالجيم ديالكم، وصابوني اللي ما مصابونيش يتصابونا معنا، وفعلوا الجرس. كاين الناس اللي مشاركين معنا ما فاعلين الجرس، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونتمنى نلقاكم في لقاء قادم ان شاء الله في احسن الاحوال. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.